السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. انتقادات حادة أحمد سعد بسبب الإنشاد أمام الكعبة. تعرض الفنان أحمد سعد للانتقادات من متابعيه على إنستغرام بعد نشره فيديو له وهو ينشد أمام الكعبة الشريفة. ظهر أحمد سعد في الفيديو الذي نشره بجاكيت جلد أسود أمام الكعبة مع تساقط الأمطار، وعلق الفيديو قائلا: وعلق على الفيديو قائلا: من داخل الكعبة الشريفة وفي عز الأمطار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتقد بعض المتابعين إنشاد أحمد سعد أمام الكعبة متسائلين عن حكم ذلك شرعا، فيما سخر البعض من واقعة طحال سمية الخشاب زوجته السابقة. وجاءت التعليقات كالتالي: انت مريض بجد؟ في حد يبقى بيعمل عمرة ويعمل كده؟ روح اتعالج. الناس بتقول مين الاهبل ده؟ عرتنا في الحرم حتى مش رحم نفسك. انت هتغني في الكعبة يا اخويا؟ حرام الغنى في الكعبة، احترم الكعبة وخلي عندك اللحن، اعوذ بالله. انشاد داخل الحرم، مين قال له يغني؟ ايه اللي بيعمله ده بس؟ وغيرها من التعليقات الساخرة. اما عن سخريتهم من واقعة طحال سمية الخشاب فهي لهذا السبب. فقد حولت سمية الخشاب واحمد سعد الطحال الى مسار حديث هام على مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها في برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة. وقالت سمية الخشاب أن الفنان أحمد سعد حاول قتلها وتسبب في أنها فقدت جزء هام من جسدها وهو الطحال. وقالت الفنانة سمية الخشاب خلال الحلقة التي استضافتها فيها بسمة وهبة أن الفنان أحمد سعد زوجها السابق والذي ظهر في حلقة سابقة من برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة وتحدث عن علاقته بزوجته السابقة سمية الخشاب، قالت الفنانة أنه حاول قتلها وهو ما تسبب في أنها فقدت الطحال بعدما ضربها فيه أكثر من مرة، وعلى إثر ذلك قامت بعملية جراحية. وقالت سمية الخشاب لبسمة وهبة أن أحمد سعد تسبب في إحداث عاهة مستديمة لها بسبب ضربها في الطحال، وأن الفنان أحمد سعد تسبب في إصابتها بنزيف داخلي بسبب الضرب في الطحال، وتابعت: أحمد سعد المفروض يكون في السجن دلوقت. وفجرت الفنانة سمية الخشاب: حياتي مع أحمد سعد كانت في خطر، كان هيقتلني وكان ممكن أسجنه. وأوحت سمية الخشاب إلى بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة إلى أن أحمد سعد كان سكران حين اعتدى عليها، قائلة أن الفنان أحمد سعد اعتذر بعد اعتدائه عليها وتسببه في تلف الطحال، قائلا: آسف ما كنتش فاعي. وبالإضافة إلى اعتدائه عليها وتسببه في فقدها الطحال، قالت سمية الخشاب عن أحمد سعد أنه لا يمتلك منزلا، وعرفت ذلك من حارس العقار الذي أقامت فيه مع أحمد سعد، وأن أحمد سعد تأخر في دفع إيجار المنزل الذي أقام فيه مع سمية الخشاب، قائل أن أحمد سعد ترك مفتاح المنزل الذي أقام فيه مع سمية الخشاب مع جميع أخوته. وتابعت سمية الخشاب في الحلقة التي ظهرت فيها تتحدث عن أحمد سعد في شيخ الحارة أنه قلب البيت إلى لوكاندا. متابعة سمية الخشاب في هجومها على أحمد سعد في برنامج شيخ الحارة أن أحمد سعد لا يحمل بطاقة ولا يمتلك أوراق خاصة وكل أوراقه مع إخوته. ونفت سمية الخشاب ما قاله أحمد سعد أنه اشترى لها سيارة، قائلة: ده بيخترع قصص وبيكذب
انا ساعدته انه يشتري عربيه لنفسه ودفعت له نص ثمنها وقلت له لما يبقى معاك فلوس ابقى جدد عليها. وكان الفنان احمد سعد قد ظهر مع بسمه وهبه في برنامج شيخ الحاره وهاجم زوجتيه السابقتين ريم البارودي والفنانه سميه الخشب.